لا لا، ما عشان يبان ان انا عامل اتعرض لحضرتك الاول، عامل مجهود رغم ان انا مش عملتش حاجه خالص. سيبه سيبه. طب نتعرض لحضرتك الاول. يلا يا تخلص خلص. ثروت تعليقك على القضيه النهارده، واولا يعني تاجيل القضيه، ثانيا حجم المحامين اللي كانوا موجودين في ضد الاستاذ دميانة. زي ما انتم شفتوا تعليقه على القضيه الغوغائيه، يعني نحن في عصر لا دوله ولا قانون، ومعتقدين انه بضخامه التواجد القاضي هيحكم لهم. ده كلام مش مظبوط. صحيح ده صحيح، هذا الامر طبعا يعني اعتدناه منذ ثوره يناير، لكن هناك في مصر قضاة شرفاء، هناك في مصر قضاة سوف نظل تحتمي هذه البلد بوجودهم، لانه لولا هؤلاء القضاة ما كانت مصر موجوده حتى. ردينا يبقى دخلنا في الدفاع، واحنا بالفعل لم نتمكن من الاطلاع. يعني القضيه يوم ما تم الاخلاء سبيلها ب 20000 جنيه غلت يد النيابه ودخلت في حوزه المحكمه، فلم نتمكن من الاطلاع على القضيه ولا لا. صحيح الاستاذ بدوي طبعا كان حاضر التحقيقات، لكن عندنا تحقيقات النيابه الاداريه لم تضم بعد، فعايزين نعرف ايه اللي ورد في تحقيقات النيابه الاداريه حتى نكون ملمين بكل عناصر القضيه وكل الاتهامات الموجهه. هو ما فيش قضيه من اصل، هو ما فيش قضيه. يعني شهاده الاطفال في حاله، وانا يمكن قلت لك امبارح، في حاله ما اب يقتل مراته قدام اطفاله بيبقى النيابة بتستدل بشهادة الأطفال، لكن شهادة الأطفال لا يؤخذ بها لأنه ناقص الأهلية. وهنا كل شهودنا أطفال دون العشرة. فالقضية في الأصل لو المحقق أو من أعطى الأمر للمحقق بالتحقيق في هذه القضية كان عنده سمة حب لمصر، ما كنا وصلنا إلى أن نكون هنا في المحكمة. هو الحقيقة لأنه النيابة استوفت هذا الأمر، يعني النيابة استدعته وسألته، فالقاضي كسلطة تقديرية حس إن هو إذا كان أرى القضية فخلاص هو خد اللي عايزه من الشهود. ثم إنه لو تلاحظ حضرتك إنه هو القاضي كمان حوله شهود، حوله المحامين المجنى عليهم أو المبلغين، لأنه ما فيش حد مجنى عليه في القضية ولا في حد متهم أساسا، حوله التشكيك في شهادة الناظر لا لشيء، لأنه راجل محترم وأبى الظلم، فهو اكتفى بما ورد في الأوراق. هو بالفعل لابد من، لانه احنا طلبنا الضم تحقيقات النيابه الاداريه. لو ما جاتش تحقيقات النيابه الاداريه يوم 4/6 برضه هتؤجل لضم تحقيقات النيابه الاداريه، لانه ما ورد في النيابه الاداريه ومن شهاده الشهود ومن رئيس مجلس الامناء، ده نائبه رئيس مجلس امناء المحافظه بالاول امس كانوا مجتمعين في مجلس امناء المحافظه، قالت انه دميانة دي بنتي اللي ما ولدتهاش وانتي اللي ما جابتهاش بطنك، لانه ده لا، القانون لا ياخذ بالإيحاءات لانه لم تاتي فعل مادي، لكن هم عاوزين ياثروا وجدانيا على الارض. الحقيقه احساس الاسلاميين بانه ليس هناك دوله هو ده اللي ادالهم الفرصه لقضايا الإزراء، لأنه لو تلاحظ مكارم دياب كان مدرس، بشوي كان مدرس، دميانة كانت مدرسة، فلو تلاحظ كلهم مدرسين، فبالفعل زي ما أنت بتقول دي قضايا أصبحت مرتبطة بالتربية والتعليم. لكن لا يستطيع أحد أنه ينتظر صهو إلا لو أنا ميلت له، الدولة ميلت ليهم.